يعني صراحه مش العمل التعاون يعني عرفتي بالضبط على الاقل شكون هذا اللي غيستافد الا انه انا كنشاطر سي عبد الاله على اساس هذا الشيء خصو يتغير خصنا نحاولوا نجتمعوا خصنا نحاولوا نفكروا على اساس نديروا احسن نكونوا نديروا اتفاقيات شراكه نعاونوا بدل اللي غنعطيو حنا 100 نعطيو 50 وتكون فعاله نعطيو 60 70 وتكون فعاله ونديروا تتبع واللي ما خدمش نحاسبو واللي استحق نعطيه واللي ما استحقش يسمح لنا بصراحه هذه العمليه اللي تاخذ واحد الجهد مره اخرى ان شاء الله بسنه مقبله لا طول الله بالعمر ستاخذ واحد الطريقه اللي تكون يعني تقنيه 100%. شكرا.